بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله. بل تأمل في المدارس بين الطلاب، من أين انتشر التدخين والإعجاب واللواط؟ أليس من قنوات الخنا والغناء؟ من أين انتشر ظهور بعض الشباب في ملابس النساء في الاستراحات والشقق يتراقصون ويتمايلون؟ من أين؟ ما الذي نزع الحياء من كثير من الفتيات في الأسواق والمجمعات؟ أليس من تأثير القنوات والغناء؟ قبل أيام في إحدى المجمعات وفي مواقف السيارات يقع أحد رجال الأمن على شاب وفتاة وهما في سيارتهما يمارسان الرذيلة والعياذ بالله. ونتساءل لماذا تأخر المطر؟ نتساءل نريد الغوث من الله ونحن نرسل إليه المعاصي والمنكرات. كيف لا وقد ضاع الحياء؟ أمور مخجلة ومحزنة سرت إلى صفوف المسلمين بطريق العدوى والتقليد الأعمى. لو أسمعوا عمر الفاروق نسبتهم وأخبروه الرزايا أنكر النسب. من زمزم قد سقينا الناس قاطبة وجيلنا اليوم من أعدائه شربا. ألم يربينا عليه الصلاة والسلام على العفة والفضيلة؟ ألم يربينا على العزة والكرامة؟ ألم يربينا على الأخلاق الفاضلة؟ ألم يربينا على الحياء؟ لكننا للأسف بدأنا والله نغرف من زبالات الغرب عن كل فكر وأطروحة وموضة، فلبسناها فلم يكن منها شيء على مقاسنا، وبقي لنا لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. إلى متى يا عباد الله؟ إلى متى سنظل نتلهى بالتافهين من المغنيين والممثلين؟ إلى متى ونحن عاكفين على شهوات الساقطين والغافلين؟ لقد كبرت أزمة الأخلاق في الأمة حتى بلغت من الكبر عتيا. أف ثم أف لنفس مريضة تنصح ولا تستحي وتعاتب ولا تنتهي. أين الذين هم على صلاتهم يحافظون؟ أليست الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فإذا لم تمنعهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر فوالله سيمنعهم الغناء يوما عن الصلاة. يا غافلا يا معينا لهؤلاء القائمين والمؤسسين للقنوات المتاجرين بأعراض الأمة، لا تظن أيها المسكين أن هؤلاء يهمهم صلاحك، والله لا يهمهم في أي واد هلكت. ألم تسمع قصص التائبين والتائبات يبكون ويتحسرون على ما كانوا عليه من غفلة وضياع؟ بل انظر وتأمل في خواتم الذين لا زالوا يصرون على الغناء والقنوات حتى ماتوا على ذلك. والله يحدثنا أحد مغسلي الأموات يقول أتي إلينا بشاب في مقتبل العمر ويبدو على وجهه ظلمة المعاصي، يقول وبعد أن أتممت تغسيله لاحظت خروج شيء غريب يخرج من الأذن، إنه ليس دما، توقعت أن مخه يخرج ما به. انتظرت 5 دقائق 10 ربع ساعة لم يتوقف، فخفت كثيرا، لقد امتلأت المغسل صديدا، فيا سبحان الله من أين يأتي كل هذا؟ يقول فإن الدماغ لو أخرج ما بداخله لما استغرق ذلك 10 دقائق حتى علمت أنها قدرة العلي القدير. وعندما يئسنا من إيقاف هذا الصديد كفنا، بل والله حتى عندما وضعناه في القبر فلا يزال الصديد يخرج. يقول بعدها والله لم أنم تلك الليلة، وبدأت أسأل عن هذا الفتى الغريب، عن الذي أوصله إلى هذه الحالة، فأجاب مقربوه أنه كان يسمع الغناء ليل نهار صباح مساء، وكان الصالحون يهدون له بعض أشرطة القرآن، لكنه يسجل عليها الغناء، نعوذ بالله من ذلك، وهكذا يموت على ما كان عليه. إنها رسالة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. رسالة والله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيا من تسمعون بآذانكم وتبصرون بأعينكم حكموا عقولكم واتقوا ربكم فإن الله يمهل ولا يهمل.